مختلفة. استاذه ليلي، انت عايز بتقولي لي معلومه دلوقتي انه ما فيش ذوي احتياجات خاصه اللي هو فاقد البصر، يعني ما فيش من دول بيدرسوا في اي مجال في كليات؟ لا، ما بيدرسوش في الكليات العملية، يعني معظم المكفوفين، انجي تصححني لو انا غلط، موجودين في الكليات النظرية، اداب، اداب ده كليات اداب هي واخدة اكبر، كويس، اعلام اخيرا بدأت تاخد ايوه جزء صغير من المكفوفين، عظيم، بس ما فيش مكفوفين في تجارة مثلا خالص. احنا مش بس مكفوفين، في ضعاف بصر. طب حضرتك بما ان في، انا عرفت في بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم ولا مفيش؟ لا، هو الحقيقة وزارة مفيش التربية اتصال والتعليم، ما بينهم. لا ليه يا انجي بتضحكي؟ لا قولي لي والنبي لا، والنبي. عشان احنا فعلا يعني الفترة دي فعلا احنا في مشكلة جامدة جدا، ان احنا عندنا فعلا يعني احنا الحمد لله قدرنا ندمج 4 أطفال في الاستاد الحرية، ولكن عندنا طفل نسبة ذكائه فعلا 110، يعني مش عايزه اقول فوق الطبيعي، انه فعلا طفل 5 سنين وشوية وبيعرف يكتب كمبيوتر كويس، ويعني ده طفل، وكل المدارس رفضت ان هي تتعامل مع الطفل وان هي تاخد الطفل، وكان فيها حاجات جامدة كتير. يعني انا فعلا بقول انا نفسي ان وزارة التربية والتعليم نفسها تغير الفكر ده، القانون موجود لكن مش مفعل. غير مفعل مع المدارس الحكومية والتجريبية، مش كل الأهل يقدروا يدخلوا ولادهم مدارس خاصة، نعم، والمدارس الخاصة ما بتقبلش معظم، يعني ما تقبلش نوعيات الأهل، فالولد ده فعلا عندنا مشكلة معاه، ولكن المدارس الحكومية والمدارس التجريبية بتقول أنا أقول القانون عندي بس هطبقه إزاي. احنا بنذلل المشكلة دي، انه بندمج الطفل في المدرسة العادية وبنحط معاه مدرسة ظل، نعم، مدرسة ظل يعني هي اللي تنقل، هي تبقى عين الطفل الكفيف في في الفصل، الفصل. تنقل له كل شيء، والمدرسة الظل غير محملة على ميزانية المدرسة، هي محملة على المؤسسة نفسها. فهي دي يمكن حياتك لما سألت انجي ضحكت، فيمكن دي مشاكل احنا مواجهينها، انه الولد ده حرام، يعني نسبة ذكاء 110% دي حاجة بيتهيألي انها ما تتسابش في اي حتة، الولد مش عارفين يدخله في حتة. أستاذة إنجي، أنا قلت في المقدمة إنه يعني حكاية إنه ربنا ما بيديش الإنسان عموما بشكل عام يعني كل حاجة، إنما بيديله شوية نعم، وفي نعم بعض النعم بتحجب عنه، إنما بيبقى بارز في مناطق تانية. إنجي متخيلة الأديب العبقري طه حسين إزاي نبغ؟ لا يعني انا اقول ازاي انا كبرت. يعني ازاي، هل هو الناس ساعدته، ولا هل هو اساسا جواه حاجات كتير طلعها؟ الاثنين، ها، الاثنين، مش الناس الاثنين. ساعدته. انت في بدايه ما بتنشا بتتنشا في اسره، فالاسره هي اللي بتساعدك في بدايه حياتك من وانت طفل، وبعد كده بتبتدي انت تكبر، لو ربوا فيك ان انت انسان اتعاملت كانسان عادي لا ينقصك شيء، هتطلع الى حد ما فكرك قادر يتساوى وتبقى زيك زي اي شخص طبيعي، لكن من منذ انت طفل تجاهلوك او عاملوك بمعاملة ما، فبتبقى خلاص يعني. انا عايز اسقف لك يا انجي على الهوا بجد والله. لا بجد تمام كلامك 100% مظبوط. انا كنت بنت كفيفة، وقبل ما اخش المؤسسة او كده انا ما كانش عندي طموح ان انا اشتغل، انا كنت بقول نفسي اشتغل وابقى يعني، وانا بابا واخواتي يقولوا على فكرة انت ممكن تشتغلي، طب اوكي فين، ما فيش. لما ابتديت اسمع عن المؤسسه وكده قلت هروح واجرب، يا ترى انا في بدايه ما جيت كنت متخوف، وكان سؤالي في الانترفيو للدكتوره شريفه انت اكيد هتلاقي شغل، كانت بتقولي تعالي جربي، انا قلت هخش استفاده ككمبيوتر ابقى زي اي حد كفيف او زي اي حد مبصر، انا دلوقتي اقدر اقعد على الجهاز وابقى شات ونت وفيسبوك وعايشه الحياه طبيعي. فانا الحمد لله جيت في الفتره دي قدرت بعد كده اشتغلت، فده كان حاجه بالنسبه لي كان حلم وحققته. استاذه ليلي عايزه تقولي حاجه؟ ايوه، اتفضلي انا عايزه اقول انه المؤسسه عندنا نص الموظفين مكفوفين، مدربين الكمبيوتر مكفوفين، مسؤوله الاتش ار كفيفه، انا شايفه انه ده شيء مهم جدا، انه اصحاب القضيه هم اللي يتكلموا في القضيه، واحنا كمبصرين مؤمنين بالقضيه، احنا بنساعد وبنساند، بس هم اصحاب القضيه، فوجودهم ان هم في المؤسسه موظفين ده شيء احنا بنعتبره انه دي ميزه في ده مؤسستنا، مش ميزه، ده احنا بنفخر بده، ده احنا كلنا مصريين بنفخر بده. طبعا
كنت عايزه تقولي حاجه يا انجي. لا هي بتقولي كل احنا كمبصرين مقتنعين بده. انا عايزه اقولها لا مش كله، ان كان حضرتك 1% مش كل الشعب. انت لما تبقى ماشي اساسا في الشارع كل الناس تبقى مستغربه احنا دخلنا هنا اكيد كله استغرب دي ازاي. لا بالعكس ده احنا كلنا مبسوطين انك انت معانا، مش مستغربين ده. بالعكس ده احنا مبسوطين جدا انك انت معانا، وعلى فكره انت بتنورينا، انت بتنوري عيوننا اللي شايفه اساسا يا انجي لما انت بتتكلمي بالطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي، وبخيالك وبعلمك في المجال بتاعك بتنورينا، بتنوري عيوننا اللي اساسا احنا مش شايفينها، مش شايفين بيها في المنطقه دي بالذات، وفخورين بيك على فكره جدا. طيب ليلي استاذه ليلي انا اسف ايه اخر الانجازات اللي حصلت، ايه اخر الاتفاقيات؟ يعني احنا اكتر حاجه فخورين بيها انه خلال السنتين اللي مررنا فيها 260 كفيف قدرنا نوظف 210 توظيف فعلي. والفترة اللي جاية احنا وظفته فين؟ وظفته ايه؟ 210 توظيف فعلي. لما اقول توظيف فعلي يعني بيروح كل يوم شغله بيتعامل زيه زي اي موظف اخر. عظيم. وده هدف المؤسسة. تمام. الفترة اللي جاية احنا داخلين في مبادرة موبينيل لتوظيف 200 ألف مصري. وفي المبادرة دي احنا هنمرن 120 كفيف وهنحاول ندمجهم في المجتمع. عملنا اتفاقية مع الصندوق الاجتماعي علشان في مكفوفين ما بيقدروش على العمل اليومي عشان يبقى عندهم قروض، ياخدوا قروض ويعملوا مشاريع صغيرة. أستاذة ليلي أعطلة المدير التنفيذي المؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، والأستاذة إنجي موريس مدرسة في مركز تأهيل الأطفال التابع للمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات. شكرا ليكم. شكرا ليكم. شرفتونا ونورتونا، ونلتقي بحضراتكم تاني، وإن شاء الله المرة الجاية ناخد كاميرا بقى ونروح نصور اللي انتوا بتعملوه بالظبط هناك في المؤسسة. أيوة. شكرا.